السلام عليكم، اهلا حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزينة حنان. نقولكم كامل مرحبا بكم، واللي راكم تشاهدوا فيا لاول مره اضغطوا على الزر الاحمر صابوني لكي تشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد من كوزينة حنان يوميا بحول الله. الوغ لا فيديو تاع اليوم، نرحب بكم كامل خواتاتي خياتي اخواني اخواتي الكرام. لا فيديو تاع اليوم وهي وصفه، مديت لكم تجهيز الحقيبه، رانا غير مع الحمل ولا كوشما ان شاء الله بحول الله، مراها كامل للجميع اللي متمنين. درت لكم حقيبه الولاده ودرت لكم تسريع الولاده، وصفات لتسريع الولاده. ودوكا اللي جربتوا الوصفات اللي عطيتهم لكم وجربتوهم ولدتوا وفرحتوا بهم ودعيتوا لي ان شاء الله، انا تاني دعيت لكم. دونك راح نساعدكم خوتاتي بعد الوضع، لما توضعي الحمل ديالك، لما توضعي البيبي ديالك، واش رايحه ديري؟ رايحه يحكمك السطر. راكم كتبتوا لي في التعليقات وقلتوا لي راكم مقلقين، كاين اللي ولدتوا اليوم، كاين اللي ولدتوا البارح، وكاين اللي مازال ان شاء الله رايحين لما تجربوا الوصفات رايحين تشوفوا النتيجه الرهيبه ان شاء الله بحول الله. الوغ نبداو بسم الله. رايحه نعطيكم هاد الوصفات سبيسيال، يعني مخصصه للاوجاع ما بعد الولاده، يعني اوجاع الرحم، الاوجاع الامام، يعني خواتاتي اللي ماهمش متزوجين باش يفهموا ويغارديو لا فيديو ان شاء الله بحول الله، تحتاجوها من بعد الزواج ان شاء الله. يعني الاوجاع اللي تجي من بعد الولاده، الرحم الوالده كما نقولوا بالوضحوا، الوالده تحكم بلاصتها، والوالده لما تحكم بلاصتها راح تدي وقت مده ثلاثه ايام باش تحكم الوالده بلاصتها، وين رجعت قبل ما ترجع لبلاصتها لحالها. في هذا الوقت من بعد الوضع مباشره، يعني بواحد الساعه ولا زوج، راهي يحكم، يعني اللي راكم والدين راكم تعرفوا وطلبتوا مني باش نعمل لكم هذا الفيديو، اللي ما راكمش والدين باش تغردوا لي فيديو باش نوضح لكم برك هذه الوصفه تاعش، يجي سطر كانه راكي راح تزيدي من جديد، يعني تاع الوالده من تبقى تحوم تقعد الدور باش تحكم البلاصه تاعها. وهذا السطر واعر بالبزاف، والخروج راكم عارفين واش يخرج. الوغ رايحه نعطيكم وصفات سريعه وجد رهيبه، يعني نتيجه بسرعه كبيره، تنظف الرحم وتعقمه، وفي نفس الوقت تنحي الاوجاع، تنحيها يعني بسرعه رهيبه. اللي مجربه معايا انا، كاين الخزامه، كاين الكمون، كاين، انا هذو ما جربتهمش ويعني ما نستعرفش بهم باسكو عندي خبره عليهم، ما راح نعطيكم وصفه الجدات اللي نستعملهم انا عن تجربه مني شخصيا ومنفعوني يفيدوا معايا. انا كما راكم تشوفوا هذو ما دياولي راني جهزتهم، هذا يا الزعتر وهذا الفيجل وهذا الخلجلان، وكاين اللي يقولوا العرق الاحمر، العرق الاحمر ولا العرق الاحمر. هاوليك خواتاتي الفيجل، هاوليك درت لكم حتى البذور تاعو، ثاني فيهم فايده كبيره. انا قلت للعشاب بالعاني، قلت له جيفيكس بخي، قلت له ديرهم لي، وهذا الزعتر، وهاوليك العرق الاحمر او الخلجلان، كيما الزنجبيل من نشروه يابس وندقوه ولا في المهراس، يجي بيض يقولوا له العرق الابيض ولا العرق الابيض، وهذا العرق الاحمر اللي هو الخرجلان، باش تعرفوا مليح وتفهموا مليح. دوكا رايحين نبدا معكم بسم الله، واش رايحين ديروا من بعد الزياده ان شاء الله في المستشفى، رايح يحكمكم يعني في النهار الاول، كاين اللي تقعد نهار، كاين اللي تقعد نهارين، كاين اللي مانيش عارفه انا كل واحد وكيفاش. دونك واش ديروا؟ الزحتر، شوفوا الزحتر رايح ينحي لك السطر بسرعه جد رهيبه، تحكموكم شاله بس بها، ديروا كسرونه شويه كبيره باش ما تضلوش تغلي وتعاودوا، كسرونه كبيره ديروا فيها واحد ربع كيسان ولا خمسه، ما حتى ست كيسان، وديروا كميه لاباس بها تاع زحتر، كاس تاع زحتر، كاس تاع ليموناد ولا تاع ما زحتر، تشلوه بيان وديروه يغلي، تغطوه كيما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا، يعني لي تيزان كامل نغطيوهم باش يطلقوا، وتخلوهم من بعد ما يتغلاو تخلوهم واحد 10 دقائق يترنخوا باش زيوت الطياره هذه كامل تطلق من العرق هذاك، تزيد تخرج وهما مغطيين. راني فاهم في خواتاتي باش تكون النتيجه مضمونه بحول الله. الوغ نخلوه يغلي 10 دقائق ونغطيوه بغليق، من بعد ما غلى ويخلوه يترنخ، الا شتوه دفا شويه ولا برد تسخنوه، لازم يتشرب سخون، ماشي سخون لدرجه اللي يحرقكم، ولكن سخون
سكروه عادي، ماشي كيما الميديسن والاوجاع تاع الولاده وكلشي. هنا راكي سلكتي الحمد لله، معليش ديري السكر على روحك. الوصفه الثانيه انا راح نعطيكم زوج وصفات جدو رهيبه، هادو اللي كيما اللي عطيتها لكم تاع الحلبه والتمر. هنايا الفيجل، هاوليك خواتاتي الفيجل اللي ما يعرفوش، هذا الزعتر هذا الفيجل. تعملوا كل وصفه وحدها، الزعتر هو عملوا الفيجل هو الاول. شوفوا الفيجل نتيجته ماشي رهيبه، شكل رهيبه الفيجل عن جد، روعه روعه روعه. شوفوا توت سويت يتنحسها، انا نديره منه يطلقني الوجع منه، نريح كانني كنت نكذب. تحكموا ثاني كميه لاباس بها، ديروا ربع كيسان ولا خمسه، والفيجل له شويه مر، ديروا واحد نص كاس ولا هو قاطع، ما ديروش كيما الزعتر كاس، واحد نص كاس تاع زعتر تشلوه وديروه يغلي غير 10 دقائق وتخلوه وتشربوه ثاني سخون وتسكروا على رواحكم. وماذا بكم الا كان عندكم العسل الحر، راهو يعني يفيد اكثر، يفيد اكثر، روعه نتيجه. هو نتيجته مضمونه بصح الا درتوا العسل الحر من الاحسن. ما عندكش معليش سكري سكر عادي، سكري وشربي على روحك. شربي 3 كيسان 4 كيسان في النهار، رايح ينحي لك السطر وينقي لك الرحم تاعك وينظفه. وهنا هذا الزعتر هو اللي يعقمه، الزعتر رايح ينظف ويعقم وينحي السطر بسرعه رهيبه. الفيجل ثاني، الفيجل ثاني نيميرو 1، هذا الخلجنان تغليوه، هذا ميم تغلي تكثري منه ماشي مر، والماء تاعو يجي شغل وردي ميم تكثري منه. ديريه يغلي لمده 10 دقائق ولا ربع ساعه، شليه وشربي منه ثاني. هذا يستعملوه بزاف حنا ونستعملوه في المنطقه تاعنا بعيد الشر وعافانا الله واياكم، اللي يديروا الاجهاض راه باش ديروها في رسانكم وفي ودنيكم، اللي يديروا الاجهاض ان شاء الله يا ربي يرزق كل محروم. هذا تغلوه وتشربوه ينقي الرحم، شوفوا بلا ما تعملوا كيختاج بلا ما تعملوا والو. هاوليك هذو ما وصفت الجدات. والزحتر واش ديروا به ثاني خواتاتي، اللي داروا الغرز اللي داروا لي بوين خيطوهم، حاشاكم واكرمكم الله، الزحتر يشربوا ويتوضاو به. شوفوا غلوه ديروا قرعه في الفريجيدار لما يبرد، وكل ما تجوا رايحين تتوضاو في الجهاز التناسلي تاعكم تدو كميه تدفيوها، تدفيوه لازم النافسه لازم كلش دافي يعني تسخني، ديروه يدفى وتتوضاي به عادي. شوفوا رايح يعقم الجهاز التناسلي وينظفوا ثاني داخليا تشربوا وخارجيا الزحته. سيغتو اللي داروا لي بوين ويساعدكم باش لي بوين تشفاو بالخف، تشفاو يعني الشفاء بسرعه. للي داروا لي بوين اللي خيطوهم هذه هي تتوضاو به وتشربوا به، ينظف ويعقم ويساعد الخياطه الجروح يبراو بسرعه، وخاصه كي يعقمهم الجرح كي يتعقم واش يدير الميكروبات يروحوا، رايح يبرا الجرح بسرعه. هذو عن تجربه مني. نزيد معاكم انا الزعتر، شوفوا هاوليك شريت بكميات كبيره، هذا اللي نحيت لكم منه هاوليك، وهذا هاوليك، ونزيد نشري ان شاء الله. شوفوا لي عندهم هاد الاعشاب اللي عطيتهم لكم خواتاتي، راهو عندهم صيدليه في الدار، يعني داوي روحتكم بلا طبيب بلا تشكا بلا عفسه بلا والو. التيزانه، التيزانه مليحه هاي ليك جديده، انا هذه شريتها 10000، شريتها من بجراح من المارشي، راهي داخل يسكن هنا ولا ما يسكنوش هنا، راهم يتباعوا في كل ولايه. هذه ثاني 10000 هاي ليك، شوفوا كميه لاباس بها ما شاء الله. هذه ثاني تشلوها كما تعرفوا كاع، تشلوها ودروها تغلي عادي وما تسكروهاش بزاف باش تفيدكم. هذه تسخن البطن وتنظف بصح ما تعقمش، هاوليك اللي يعقم الزحتر ينظف ويعقم الرحم ويعقم الجرح تاع الجهاز التناسلي. والفيجل ثاني ينظف وينحي الاوجاع ما شاء الله، والاوجاع هذو مزوج، انا مبازيكم على هذو زوج، الفيجل الاول والزحتر والخلجنان ثاني، والتيزانه مفروغ منها هذيك بلا ما نقول لكم عليها راكم تعرفوا. رايحه نزيدكم ثاني فايده، معليش تكون الفيديو شويه طويله بصح فايده لخواتاتي. هنا نقولوا حنا المسواك، المسواك ولا السواك هاوليك، هذه شريتها 5000، لما تولدوا ان شاء الله في المستشفى ادوا معاكم شط ولا زوج، شلوه بيان ومضغوه بقاو تمرو فيه ودوروا على شواربكم على شنايفكم من الداخل على سنانكم. كيما نعرفوا النافسه لما تزيد رايح كل شيء تحل في الجسم تاعها، عظامها عظام راسها عظام الجسم تاعها سنانها كلش يتفتح 40 يوم وقبرها محلول وكلش مفتوح في الجسم تاعها. الوغ حتى السنان يرجعوا لبلاصتهم يعني يتزيروا، واللثه ثاني ترجع لبلاصتها
كل شيء يجي على البلاصه هذا راهو دواء راهو صيدليه هاوليك ابزقو كيما تاع بكري وبلا ما تنساو الكحول تاع الغبره ولا الكحول تاع الشمع راني نفيد فيه خواتاتي نفكركم للي ناسين هاوليك سميل الحنه هذه راح نفيدكم بها هايلك نوعيه ممتازه حنه مراكشيه هذه انا مجربتها عن تجربه ماركه مسجله هايلك الاصليه هذه دير ما شفيت والله وقيله 10000 ولا والله ما شفيت المهم شريت الدوزان خرجت اليوم شريت كامل واش يخصني باش ندير لكم فيديو خرجني اليوم راني شريت لكم هادو مهم ليك شوفوا تحبوا لي تحب دير الرشيم راه ندير لكم حتى كيفاش ترشموا هايلك هذه شوفوا روعه روعه اللي شريتها ما تنساوش الحنه خاصه الحنه الحنه علاش حنا نقولوا الحنه النفسه لازم لها الحنه مليح الفال وتاني ديري الحنه من بعد ما تقفلي 40 يوم باش الماكله تاعك ما تجيش صامطه هكذا يقولوا والله اعلم وتاني راهي دواء الحنه راهي دواء مليحه للعظم مليحه للحم تكمدك كلش انا تعرفوني قلت لكم عجوزه من تاع بكري ما نديرش كي نخرج الحمير والمكياج والايلينر وهذاك المكياج ديالنا التقليدي ندير تاع الجدات المهم هادو هما خواتاتي المسواك هاوليك على بالي بلي الاغلبيه تعرفوه هاوليك 5000 الفيجر راح نزيد نوريه لكم هاوليك كاين اونسي جامي كاش وحده صغيره ولا ما تعرفوش معانا على بالي القناه راه فيها الصغير والمتوسط والكبير وكلش هايلك هاوليك الفيجر لو كان تشوفوا الريحه اللي راه يتعبق ما شاء الله شوفوا يطرد حتى من الدار هذا اللي عنده في الدار يطرد الثعابين الحشرات مليح للغريان نقول دوك نقول لكم كيفاش ديروه للبيبي لما يزيد كيفاش ديروه عند راسو على جال المسلمين وكلش كيما تعرفوا عند الوساده تاعو ان شاء الله والله العظيم روعه ميم البيبي ما يبكيش كاين اللي توشيها المراه كي تولد على بالكم النفسه يجوها نفوس حنا نقولوا نفوس مسلمين كاين اللي والله يجروا بها للطب ما يعرفوش واش بها يزوروها وهي مسكينه توشات كاين اللي تنضرب في النفس تاعها هذا شوفوا ما شاء الله هذا ماشي صيدليه هذا سبحان الله هذا بركه كبيره اللي تعملوا فيه مخدتها مع البيبي ودوك نعمل لكم فيديو خلوها مفاجاه هذا مليح سيختو للنفس باسكو النفس كي تنفس ينفسوا معها النفوس يغيروا يجوا لعندها على بال كاين اللي تتوشى بهذا الشيء والعرق الاحمر هاوليك بقالي هذا هذه 5000 عطاها لي المهم ان شاء الله نكون في تخواتاتي لا فيديو تاع اليوم راني لبيت لكم الطلب تاعكم تشربوا 3 مرات الغدوه من داك شوفوا نهار الاول يطلقكم الوجع ما يزيدش يدور بكم حتى ولا شدك الغدوه من داك شويه ماشي كيما من يشدك من تولدي 3 ايام وانتم تشربوا فيه ترقبوا ان شاء الله بالشفاء عليكم كامل ومبروك عليكم كامل اللي زيدتوا وكتبتوا لي وفرحتوا من الوصفات اللي درتوها وسهلت عليكم ان شاء الله ربي يفرحكم بوليداتكم واللي ما عندوش ربي يرزقه ان شاء الله كامل الوغ لا فيديو اللي مورا هذه ان شاء الله رايحه نبعث لكم اضرار الحليب يعني زياده الحليب انا نوصيكم خواتاتي نقول لكم رضعوا ولادكم ما كاش اللي تقول لي ما فياش ولا منا ولا دير له البيبرون ولا ما يشحب شوفوا ما تردعيش راكي رايحه من بعد تندمي والله صدقوني الحليب يدي لانتيليجونس للبيبي راح يحميك من سرطان الثدي الام ما عافانا الله واياكم ما يجيهاش هذاك المرض الخبيث باسكو الام اللي ترضع يحميها الافرازات هذوك تاع الحليب وكلش راهي مانع لهذاك المرض مام يخدم عليك للقدام كي تولي عجوز كي تكبري تولي عجوزه ان شاء الله هذه هي خواتاتي رضعوا ولادكم رايحه نعطيكم رايحه نساعدكم بالبزاف ترضعوهم ان شاء الله على الاقل عام تساعدكم في اضرار الحليب واللي قلتوا لي راكم عندكم النحافه كي ولدتوا رايحه نعطيكم وصفات تشربوها دير لكم الحليب وتسمنكم غير السكتو غادي ننشطكم ان شاء الله الفيديو اللي موراه نتهلا في خواتاتي اللي ادرا الحليب ترضعوا كامل ان شاء الله وليداتكم نقول لكم بقاو على خير نتهلا في رواحتكم في امان الله حنان حنونه تحبكم باي باي مع السلامه مبروك عليكم كامل اللي زيدتوا عقوبه ليا ان شاء الله